أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ينطبق الوصل على الرجال أيضا؟ نعم، لا يجوز تشبههم بالنساء، يعملون وصل هذا تشبه بالنساء في شيء حرام أيضا، ما هو بشيء حلال، تشبههم بالنساء وفي شيء حرام لا يجوز. والرجل وش يبي بالشعر؟ الرجل ما هو بحاجة إلى الشعر. نعم.